خبير اقتصادي ومصرفي كبير مهم يشرح لينا تحديدا الوضع الراهن. الوضع الراهن في أي إطار؟ الوضع الراهن في إطار الاتفاق اللي وصلنا له مع صندوق النقد ووصول الدفعة الأولى بإذن الله الأسبوع الجاي. الوضع الراهن في إطار الدفعة الثانية من اتفاق رأس الحكمة الاستثماري العملاق. الوضع الراهن في إطار التوقعات بتاعة صندوق النقد بزيادة معدل النمو 4.5% بدءا من العام المالي القادم. الوضع الراهن في إطار توقعاتنا يا رب وتوقعات الجميع في ان احنا نصل الى مستهدف 145 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030. خليني ارحب جدا وبشدة بالخبيرة المصرفية والاقتصادية استاذة سهر الضماطي. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك وكل سنة وانت طيب وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. يعني مهم عندنا ان احنا نفهم المعطيات الحالية وبناء عليها النتائج المرجوة. طيب شوف حضرتك، المعطيات الحالية احنا الحقيقة بعد فترة عصيبة جدا جدا من نقص عملة وتضخم شديد وارتفاع أسعار متمثل طبعا في التضخم وخلافه، الحقيقة مصر كانت بتعمل مجهود ضخم جدا علشان تقدر تجيب استثمارات خارجية، تقدر تبتدي نظام إصلاح اقتصادي متكامل تاني، وبالتالي ده بدأ من خلال، أنا بتكلم بس إيه، بدي نقط يعني. رأس الحكمة 35 مليار دي مشاركة مش بيع، مشاركة، إحنا طبعا مشاركين بأرضنا، هم مشاركين في التطوير، وبالتالي بيستحق لنا كمان من هذا التطوير الذي هيبقى هياخد 150 مليار في التطوير في رأس الحكمة، هيبقى لينا من صافي الأرباح حوالي 35%. فدي كانت خطوة كويسة جدا. في نفس الوقت ده كانت الحكومة شغالة مع صندوق النقد الدولي لوضع إصلاح اقتصادي متكامل علشان ما نعديش باللي عدينا بيه ده تاني. فدي نقطة مهمة جدا. طيب الإصلاح الاقتصادي الحقيقة اللي هو بيتكلم عليه الصندوق بيتكلم على مجموعة من الإصلاحات مهمة جدا عشان تحقق استقرار اقتصادي ويصلح سياسات. طب يعني هي كلمة السياسات دي؟ السياسات دي أنا كان عندي عجز في الموازنة واصل في إلى تقريبا 6% في المتوسط، العجز الإجمالي كان 1.35 مليار. كان عندي مشكلة بالنسبة للتضخم، والتضخم مشكلة ضخمة جدا، وصل في بعض الأوقات إلى أكثر من 40%، وبالتالي كان يجب عليك أن أنت تاخد سياسات متشددة جدا من ناحية لجنة السياسات، وتم ده بالفعل أن أنت من بداية السنة دلوقتي زودت 8%، وده رقم مش قليل عن اللي زودته قبل كده كمان. الحاجة الثانية كانت النقطة الثالثة بتتكلم على تخفيض الدين العام. الدين العام ارتفع بشكل كبير، وبالتالي كان الغرض اللي جاي بقى أو الهدف بتاعنا مستقبلا إنه احنا لازم ننزل بهذا الدين العام إلى مستوى 90 ثم إلى مستوى 80. طيب عايزين نحقق إيه كمان؟ عايزين نحقق فائض أولي في الموازنة 3.5%، ده بالنسبة للمالية. عايزين نزود الإيرادات اللي خاصة بالضرائب، لأن عادتك عارف القصة إيه في العجز ده ببساطة كده. أنا عندي إيراداتي أقل من مصروفاتي. صحيح. لأن أنا كدولة بس عندي سكان بتتزايد وبصرف على صحة وبصرف على تعليم وخلافه، ومن هنا يبقى عندي دايما عجز، فبالتالي أنت عايز تزود إيراداتك، يعني بالبلد كده تبتدي تزود القاعدة الضريبية بتاعتك، فدي مهمة تزودها 30%. فدي من ضمن السياسات اللي هو كمان بيتكلم عليها. تزود الاستثمارات بتاعتك أو توقف الاستثمارات، أنا آسفة، توقف الأول الاستثمارات الحكومية تحط لها سقف، وبالفعل السيد رئيس الوزراء اتكلم على سقف في حدود التريليون وله محددات. وإدماج طبعا القطاع الخاص ده يعتبر نقطة في منتهى الأهمية على أساس إن هو يدخل بقى في العجلة بتاعة التنمية، لأنه تقلص في الفترة اللي فاتت بشكل كان ملحوظ يعني. ومن هذا المنطلق دي كانت السياسات الأساسية. إلى جانب كده الدولار، نيجي بقى لسعر الصرف، ضرورة تطبيق سعر صرف مرن
طيب جميل. انت عشان كنت تطبق سعر صرف مرن قلت للصندوق قبل كده السنه اللي فاتت انا مش هقدر اعمل ده من غير ما يبقى عندي فجاه صحيح وفره لازم عمله، يكون في عندي غطاء دولاري كافي. ما ينفعش، والا هدخل كده في فجوه افضل اعمل ديفالويشن تعويم 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 لا نهايه، هعمل في الاخر طبعا ايكونوميك كاتاستروف يعني، دي مشكله. فدلوقتي انا توفر عندي عمله تقريبا لو احنا جينا كده حسبناها الفلوس اللي جايه من الاتحاد الاوروبي على الفلوس بتاعت الصندوق ال 8 مليار على الفلوس بتاعت راس الحكمه، الكلام ده كله بتتكلم في حدود ال 58 مليار و200، ده اللي هيدخل مصر او دخل جزء منه بالفعل. اول حاجه كانت دخلت عن طريق راس الحكمه اللي هي ال 10 مليار الاولانيه، في 24 مليار او 25 مليار داخلين الفتره الجايه اللي هي في ابريل، في شهر ابريل ان شاء الله، فبالتالي هيدخل لك ده ال 35 مليار. الصندوق بقى اول رقم هيدفعه نتيجه اللي هو عمل المراجعتين الاولى والثانيه ايام ما كنا 3 مليار مش 8 مليار، ايوه هيدخل لك 820 مليون دولار، ده خلاص يعني ده ممكن يكونوا دخلوا او هيدخلوا. كان بيتكلم على انه الاسبوع الجاي ان شاء الله يدخلوا. بالظبط كده، فده دخيل. الصندوق طبعا البنك الدولي هو هياخد الموافقات بتاعته في يونيو على 6 مليار. وال 6 مليار دي كويسه جدا لانها الحقيقه موجهه لحاجتين. اولا جزء موجه للحكومه لتدعيم الاصلاحات الاقتصاديه، فده في حد ذاته كويس. حد نقطه ثانيه كمان، خد بقى المشروعات الصغيره، البرامج الاجتماعيه المختلفه، الطبقات الهشه ازاي تعمل لها مسانده، كل الكلام ده كله داخل في ال 3 مليار. ال 3 مليار الثانيه كلها للقطاع الخاص هتبقى عن طريق اللي هي مؤسسه التمويل الدوليه. ودي في حد ذاتها بتعمل تدعيم لشركات القطاع الخاص يا اما عن طريق قروض يا اما عن طريق الصناديق. طيب في ضوء كل التطورات الكويسه دي اللي حصل في الفتره اللي فاتت، ان كان سعر الدولار قبل ما نبدا الكلام ده كان للاسف يعني كان متعدي رقم غير مقبول 60 و70 وخلافه، ولكن اول ما بدانا الكلام ده كله ابد اول ما تم الاتفاق على راس الحكمه والصندوق مره واحده كده نزل على طول الى ال 50. فبدا السعر المرن في ساعتها بدا تطبيق سعر الصرف المرن. وبالتالي ده بيقول لك ايه؟ انت كان عندك مضاربات يا باشا من 72 ل 50. الرقم ده كان غير حقيقي. كان ناس قاعده بتزود 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 كده من عندها. واخد بالك؟ فدلوقتي مع السعر مع تطبيق السعر المرن الناس اللي كانت شاريه بارقام كبيره بدات تروح الصرافات وبدات تبيع، فاتباع اكتر من اللي كانت مكنزه دولارات اكتر من 6 مليار جنيه، ما يوازي 6 مليار جنيه. في فتره قليله جدا. ابتدى التحويلات المصريين بتاعت الخارج ابتدت تدخل لك. ابتدى الاستثمارات الاجانب في الاذون بتدخل. تدخل بقوه لان الاستفاده بتاعتك كويسه جدا. وفي نفس الوقت ده بقى كل التطورات السريعه دي ادت ايه؟ ان المؤسسات العالميه زي موجي قال لك لا ده انا عندي صندوق دلوقتي موافق على خطه الحكومه وعندي فعلا تطبيق لسعر صرف مرن وعندي فعلا اتفاق من الحكومه بالالتزام بالسياسات اللي انا شرحتها لك دلوقتي، وبالتالي قال لك طيب انا هبص على ده ولكن انا هحسن النظره المستقبليه من سلبيه الى ايجابيه. الى ايجابيه. ودي في حد ذاتها تعمل لك ايه بقى؟ على طول المستثمر اللي في الخارج سواء مستثمر استثمار مباشر او استثمار غير مباشر. الاستثمار الغير مباشر شفناه ب 8 مليار اليومين اللي فاتوا في الاذون، فده شايفينه. الاستثمارات المباشره النهارده موضوع تاني، لان ما كانش عارف في الاول يدخل لك على سعر ايه. النهارده عندك سعر صرف النهارده اصبح في توحيد لسعر الصرف، وبالتالي الاستثمار غير المباشر والهوت ماني يبدا يرجع. ومن ناحيه ثانيه 8 مليار ومن ناحيه ثانيه الاستثمار الاجنبي المباشر يقدر يدخل وهو مطمن.
بالظبط كده. ليه؟ عشان هيعرف يبني اقتصادياته، هو ما كانش عارف هيدخل بإيه. النهارده لأ، عندك دولة فيها سعر صرف أو فيها سعر نقد الحقيقة مستقر، فيها سعر صرف معروف. كون بقى إن بيحصل حركة بيطلع بينزل، ده وضع طبيعي، ده حركة اقتصادية طبيعية، دي آليات سوق متعارف عليها، مفيش منها أي قلق ولا تدعو إلى أي توتر. أنا بشكرك جدا 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 خبيرتنا الاقتصادية والخبيرة المصرفية الكبيرة جدا طبعا أستاذة سهر الضماطي، كل الشكر.